بجانب أكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى المملكة في أولى محطاته الخارجية دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليميا ودولية، وكما أنها تمثل مرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية. وللمتابعة ينضم معنا المحلل السياسي الدكتور علي الخشبان، أهلا بك ومساء الخير. ما دلالات هذه الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان وهي الأولى له خارجيا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه يعني تعتبر هذه الزيارة منعطف مهم جدا في العلاقات السعودية العمانية، لأنها هي زيارة الأولى لسلطان هيثم إلى خارج السلطنة بعد تولي الحكم، ولذلك يمكن أن نرى هذه الزيارة في عدة قياسات. أولا الرابط الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان والعلاقات التاريخية والعلاقات القوية التي تربط البلدين، وتؤكدها تلك المسارات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتعاون السياسي الذي حدث بين المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية. فلذلك هذه الزيارة تعتبر منعطف سياسي مهم جدا، وأيضا هي تأتي في إطار أيضا الأخوة والصداقة التي تحكم دول مجلس التعاون، ولذلك المملكة العربية السعودية ترحب بزيارة السلطان هيثم. إضافة إلى ذلك أنها في الحقيقة هي تفتح الكثير من الأبواب لمسارات التعاون بين البلدين. جميل. سيد أو دكتور علي، ما هي دلالات هذه الزيارة خاصة في هكذا توقيت؟ أعتقد أنه يعني لابد من النظر إلى الحالة التي تمر بها المنطقة بكاملها، وسلطنة عمان هي من الدول الفاعلة جدا في المنطقة، وترى فيها المملكة العربية السعودية شريك رئيسي في كثير من القضايا، ولذلك يعني أعتقد أنه يعني بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين ستكون أيضا قضية اليمن والحوثيين أيضا من الموضوعات المهمة، ولذلك تأتي دلالة هذه الزيارة على أن هناك كثير من الملفات التي سيتم فتحها بين البلدين، وخاصة أن هناك أيضا تعاون، ولعلنا سمعنا عن الطريق الذي سيتم افتتاحه قريبا بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وهذا الطريق سيفتح الكثير من مجالات التعاون، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه هناك الكثير من القضايا التي سيتم مناقشتها، وخاصة القضايا العلاقات السعودية العمانية وارتباط هذه العلاقات أيضا بأحداث المنطقة وما يجري في اليمن وما يجري في مضيق هرمز، والعلاقة أيضا مع إيران، وأيضا العلاقة الخليجية الكاملة أيضا في إطار مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أن لاحظنا تغيرا مهما وأساسيا في السياسة العمانية، وحيث أصبحت السياسة العمانية بعد السلطان هيثم أكثر انفتاحا على جيرانها في منطقة الخليج، وأعتقد أنه هذا من المؤشرات الإيجابية لهذه المنطقة. جميل، شكرا جزيلا إذا للدكتور علي الخشبان المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض.